الدور هو نوع من الزجل ينظم متحررا من فصاحة اللغة والأوزان العروضية، وهو من قوالب الغناء العربي القديم. كلمة الدور عادة بسيطة وأبياته قليلة، ويستعمل لزمات كلامية شعرية شعبية يترددها الناس، لكن هدفه استعراض أداء ألحان مختلفة لتلك الأبيات، وبذلك يطول لحنه ويتفرع، لكنه يحتفظ بمقام موسيقي أساسي يعرف به. وسمي بالدور أي يدور، ويعود إلى بدايته، حيث يعود الملحن إلى المقام واللحن الأساسي بعد التنقل بين مقامات أخرى قريبة أو مشتقة منه. يشبه المونولوج لكنه أقدم منه، ويعتمد على الاحتراف الغنائي والتلحيني والتنغم بالليالي والآهات. من بين مكونات الدور المذهب، وهو الجزء الأول من الدور، وتؤديه المجموعة ويتألف من بيتين أو أكثر. الأغصان تلي المذهب، وهي عدة مقاطع أغصان، يعني أغصان يؤديها المغني، وبين كل غصن وغصن يعود إلى المذهب. وكان لحن الغصن مثل لحن المذهب، ويحلو للبعض أن يلحن الغصن على إيقاع مختلف عن لحن المذهب. ثم تطور إلى أن صار المغني يردد الغصن عدة مرات بألحان مختلفة، مرة لوحدة وأخرى مع المجموعة، فيتصرف في اللحن على هواه في حركة يطلق عليها اسم الهنك.